حلقة جديدة مشاهدينا لما كنتوا تتابعوا فينا من يوميات مواطن. موضوع حلقتنا اليوم حاولنا نسلط الضوء على معرض اللبس الدولي وعلى الأشغال اليدوية المعروضة فيه تحديدا. بالنسبة للأشغال اليدوية في من بعض النساء من خدتها هواية وفي من خداها لكسب الرزق والمال. فهنا حيكون موضوع حلقتنا اليوم، هل الأشغال اليدوية مقتصرة فقط على ربات البيوت أو حتى النساء العاملات واللي وصلوا لأعلى المراتب يقدروا يطوروا من نفسهم ويقدروا إن هم ينموا مواهبهم في الأشغال اليدوية؟ خلينا مع بعض نمشي نتعرف على بعض الشخصيات. طبعا احنا هدفنا اساسا في المعرض هدايا هو تشجيع الابتكار وتشجيع الابداع للمراه، ونعتبره احنا خطوه، لان دائما بدايه المشوار خطوه، فاحنا نعتبر هذه البدايه في نفس الوقت تحفيز النساء وتعزيز دورهم في المجال الاقتصادي ومشاركتهم في التنميه والتنميه المستدامه. فنتمنى ان كل النساء اللي لديها ابداع في اي شيء، لا يرتبط الابداع في المطبخ بس، لان للاسف انت لما تقولي كلمه سيده او مراه كان المراه مقتصره على المطبخ فقط، ولكن الابداع في الفن في الثقافه في كل اي عده مجالات المراه، ولا يقتصر الابداع للرجل بس. بالنسبه للنساء ربات البيوت معظم اوقاتهم ممكن نقول انه هو فراغ، فيقدروا ينظموا وقتهم ويشتغلوا الاشغال اليدويه وممكن حتى يخدموا عن طريق الاشغال اليدويه، فهل المراه العامله تقدر حتى هي تنظم وقتها نفس الشيء؟ اكيد في لدينا سيدات لديهم مهنه معينه، ولكن على جانب مهنتهم الرئيسيه لديهم موهبه الابداع، موهبه الرسم والفن. فتلاحظ الان في المعرض هناك لوحات رسم فنيه لديها عملها الخاص، ولكن هذه تعتبر نوع من الموهبه، تعزيز دورها في هذا المجتمع بموهبتها واظهار صورها الحقيقي، لان المراه معطاءه والمراه قادره على خوض هذا المجال والوصول الافضل والانخراط في سوق العمل. طيب استاذه، ما مدى مساهمه المؤسسات التعليميه في تعليم المواهب هيال او ربات البيوت اللي عندهم اشغال يدويه يقدروا ان هم ينموا من المواهب مواهبهم؟ يعني هل في مؤسسات تدعم الشيء هذا؟ لو نتكلم على الدعم، انا نقصد دعم نوعين، دعم مادي ودعم معنوي. لا، كلمه دعم لنا كلمه كبيره جدا. لو نقول الدعم المادي، يجب ان يكون في رجال اعمال او ناس داعمين لهذا الموهبه هذه، باستثناء الدعم الدوله. مثلا حاليا نحن في حاضنه المشروعات الكبرى والصغرى كانوا معنا، وفي لجنه تقييم لهذه المنتجات حتى نطورها وحتى نعطي الافضل وتشجيع الابتكار، لأن الابتكار موجود، ولكن من يأخذ بهذه يد هذه السيدة حتى تظهر الجميع وتظهر في الصورة الحسنة ونزيد من تطويرها؟ فلذلك معنا هذه الحاضنة لتقييم وإعطاء لديهم دفع قوية وجوائز. أيضا احنا من ضمن خطتنا في المعرض أن قمنا بدعوة رجال الأعمال والمانحين وأيضا سيدات الأعمال، لأن هناك مراكز لتعليم وتطوير هذه المهنة أو هذا الإبداع. فنتمنى أن من كل لديهم القدرة على دعم هذه المرأة يجب أن يدعموها ويقوموا بمراكز لتطوير ذاتها المرأة وتنميتها. أنا مؤمنة أن المرأة لما تصر على شيء وتبي تقدم شيء تقدر تقسم وقتها، والمرأة أكثر شخص منظم يعني في الحياة أكثر حتى من الرجل، فأنا متأكدة أنها هي تقدر تقسم وقتها ما بين شغلها اليدوي وما بين بيتها وزوجها ومسؤولياتها الثانية. المرأة الليبية اليوم بالذات أثبتت أنها هي قادرة على خلق شيء من لا شيء، وخاصة نحن لما نشوف سيدات حرفيات موجودات حاليا في ظل الأوضاع الراهنة والاقتصادية والأمنية اللي احنا متواجدين فيها، فهذا في حد ذاته يعني نضال نقدرهم ونحترمهم عليه بصراحة. أستاذة لبنى، بالنسبة لي زي ما نقول مؤسسات تعليمية أو أي جهات تدعم الشيء هذا أو تنمي مواهبهم، هل في شيء هذا متواجد أن مؤسسات أو أي جهة تدعم هالمواهب وتزيد تطور مواهبهم؟ هذا بشكل قليل جدا، ما هيش مؤسسات، منظمات المجتمع المدني وقليلة جدا اللي تحاول أن هي تدعم المرأة. بس أنا اللي قاعدة نشوف فيه حاليا أن النساء هم اللي قاعدين يدعموا في بعضهم ويحاولوا ان هم يخلقوا حرفه وهم يحاولوا يطوروها وينفذوها. انا نتمنى ان تكون الدوله سيدات اللي يمثلوا فينا في يعني في اصحاب القرار يهتموا بهذه الشريحه جدا، لانها شريحه مهمه، وغير ان هي حتنمي وتطور افكار بناتنا وتحاول تخلق توازن في المجتمع. يعني المراه شريكه في الوطن وشريكه في النضال، وهذا في حد ذاته يعتبر نضال يعني. إن شاء الله يهتموا بهم. طبعاً أنا نقوم بأشغال يدوية، نقوم بخدمة السلات متاع المناسبات والخمرة والتراث الليبي يعني الشعبي متاعنا.
حتى اكسسوارات عندك؟ اكسسوارات هذه طبعا التراث الليبي القديم قاعدين نستخدمه فيه احنا لحد الان يعني. طيب حضرتيني، امتى اكتشفتي روحك عندك الموهبه هذه، وامتى بديتي تشتغلي في الاشغال اليدويه؟ نشتغل فيها لي فتره في العشر سنين هيك، واكتشفتها نشوف الناس يديروا فيها فتعلمتها الحق الصراحه يعني. مش مدرسة معينة علمتك أو مؤسسة معينة؟ لا، ما فيش حاجة معينة، تعلمت بروحي. ربة بيت وإلا عاملة؟ إلا ربة بيت إن شاء الله. أنا نشتغل في الإكسسوارات اليدوية بالأحجار الطبيعية والمقلدة. إيه. أمتى اكتشفتي روحك أنك كنت عندك هالموهبة وطورتي من نفسك؟ والله بالنسبة للشغل لي فترة طويلة نشتغل، تقريبا يعني ما يعادل قريب 18 سنة. بس الإكسسوارات خشيت عليها من 8 سنين فاتوا. يعني ما كنتش نحسبها ان في مواد وان حاجات في يعني زي ما نقولوا تشجعني اني نخدمه، لكن مجرد ما لقيت ان في ناس تشتغل، يعني مش ناس عامه يعني في السوق تلضم وهيك، خشيت على البرنامج قهوه. لاحظت انا من ما شاء الله العروض اللي انت مقدمتيها ان اشغالك منافسه اشغال المحلات. اي نوعا ما يعني، ايه اني نحاول اني ننمي من روحي واني نطور من نفسي يعني. طيب انت، هل انت مرأة عاملة في الدولة ام ربة بيت؟ لا ربة بيت. طيب بالنسبة لربة بيت ديما نقولوا عندها اوقات فراغ باش هي تنمي موهبتها وتقوم باشغال يدوية، ممكن حتى هي موهبة في النهاية، او ممكن حتى باش تساعد يعني في المصاريف في البيت وكذا. فهل المرأة العاملة قادرة ان حتى هي تنظم وقتها لو كان عندها حس الحرفية وحتى هي تشتغل في الحرفية؟ اكيد اكيد، هذا كله يرجع طبعا لنفسك يعني، كيف تنظم حياتك. بالنسبة لي بدا روتين وماشي يعني الحمد لله. هذا زين على الروتين. الروتين طبعا أول حاجة النوم، لا النوض بكري، ننظم أمور الحشوة الأول، وبعتالي نبدأ في شغلي. والله هو الخط العربي خط فن من الفنون له أصالة وجذور، وإحنا نتمنى الخط العربي لأنه هو خط القرآن، القرآن الكريم. فأنا اكتشفت أن الخط العربي مهم جدا من ناحية الكتابة، من ناحية أنواع الخطوط. طبعا أنواع أنا مستخدمة أكثر من نوع، يعني في خط الكوفي وخط النسخ وخط التلت. فمن ناحية الجمالية وفي نفس الوقت إن الخط مهم جدا من ناحية علميا جماليا، يعني أكثر من نوع. طيب كيف تقدر المرأة العاملة إن هي تنظم وقتها، بما إنك أنت حضرتك يعني في سبق معرفة بيننا ونعرف إنك أنت تشتغلي، فبأنك مرأة عاملة كيف قادرة تنظمي وقتك ما بين تنمي موهبتك وما بين إنك أنت تشتغلي يعني؟ تمام. طبعا هو الخط العربي أنا كهواية ونحب الخط العربي، فمخصصة يعني وقت، يعني وقت للعمل ووقت للفن الخط العربي. فأنا ندعي كل مبدعة ليبية إن تخصص وقت للخط العربي، لأن فن جمالي وفي نفس الوقت له أصالة وجذور. طيب لاحظنا في الاونه الاخيره بدت تكثر الاشغال اليدويه ما شاء الله، وبدينا نشوفوا هالابتكارات من المراه يعني ربه البيت. فهل هذا الشيء هذا حسن من يعني الدخل المعيشي للاسره في البيت، وهل المراه قادره ان هي تساعد رجلها عن طريق المهنه هذه؟ والله بالنسبه للاشغال اليدويه، الاشغال اليدويه الان تحسي حتى الجانب الاقتصادي تحسي بمعدل إنه ضعيف شوية، لكن السيدات المبدعات بدو ياخذوا يعني من وقتهم إنه يشتغلوا مأكولات، تطريز، خياطة، حياكة، إكسسوارات، كذلك الفنون التشكيلية. الجانب هذا بدو زي ما تقولي كل معرض، كل مناسبة مدى بيهم يعني يتواصلوا حتى زيادة للاقتصاد. تمام. حتى يعني في حتى انا لاحظت حتى عن طريق البيت، يعني في اللي تبيع من بيتها، في اللي عن طريق الانترنت. ايه تمام. طبعا التواصل الاجتماعي احنا الفيسبوك، اي معرض اي حاجه طبعا نسمعه، مثلا معرض بصمه مراه للاشغال اليدويه انا كنت مشتركه فيه وفي نفس الوقت يعني منظماتها، فحاولت اني نجيب الفئات
من المشتركات من الفنون التشكيلية، الفنون الاكسسوارات، فنون الطبخ، الزي التقليدي، وفي نفس الوقت إنما يكونش يعتمدوا على الصناعات المحلية الخارجية. ندعم المرأة الليبية، إن ما شاء الله عندنا مبدعات كثيرات من جميع الفئات. طبعا في كثير من المؤسسات اللي تختص بالاهتمام بالمرأة من الناحية الريادية. طبعا من الناحية الريادية كان ليه دور كبير برنامج الوطن للمشروعات الصغرى والمتوسطة في دعم المرأة من الناحية الريادية ومن ناحية إعدادها أو يعني تقديم الدعم الاستشاري والفني من ناحية دراسات الجدوى مجاني كقطاع يختص بدعم المرأة. وفي منظمات أخرى كانت تهتم هلبة يعني بالمرأة. يعني من وجهة نظرك أنت، شفنا أن ربات البيوت أكثر الناس اللي تقوم بالأشغال اليدوية والمواهب هي اللي شفناها اليوم، فهل المرأة العاملة اللي ممكن تكون عندها الموهبة هذه، موهبة الأشغال اليدوية أو أي موهبة ثانية، تقدر أن هي تقسم وقتها بحيث أن هي تشتغل هيك وهيك؟ طبعا الهواية تختلف عن التقديم من ناحية الشغل، من ناحية المرأة العاملة، من ناحية الشهايد، تختلف عن المرأة اللي لها هوايات. الهواية هذه شيء من تطلع من الوجدان يعني، فتختص بالأمور هي يعني الهواية. طيب لاحظت ان في كذا ما شاء الله يعني كذا واحدة من النساء ان هي تقوم بأشغال يدوية في نفس الوقت هي مرأة عاملة في الدولة يعني، فقادرة تقسم وقتها ما بين ان هي تقوم بأشغال يدوية وان هي تخدم يعني. بالنسبة للأشغال اليدوية، هل المرأة قدرت، المرأة اللي مش عاملة في الدولة قدرت أن هي توفر شيء للبيت وأن هي تدعم زوجها يعني في ظل الأوضاع اللي احنا عايشين فيها حاليا؟ طبعا المرأة ربة البيت لها دور كبير من ناحية إعداد جيل واعي ومهتمة بكل شيء، فهي لها يعني وقتها كان هلبة مسموح في الأمور هي يعني أنها تقدم في الأشغال اليدوية، في الكروشيه، في هلبة كانت لها دور كبير ربة البيوت أكثر من المرأة العاملة. المرأة العاملة توجهها يكون للشغل يعني أكثر. وكل ليش من وجهة نظرك لاحظنا أن النساء اتجهوا هلبة للأشغال اليدوية والأعمال اليدوية حتى في التطيب، ورجعنا للحاجات الزمنية التقليدية متاعنا في التطريز في الحاجات، ليش رجعنا للحاجات هذه؟ أولاً لإعادة الشيء القديم يعني، وثانياً هو كبزنس يعني، أولاً وأخيراً بزنس. المرأة كان في وقتنا الأخيرة هو كان لها دور كبير في اقتصادياً زي ما قلت لك وسياسياً، فهذا ليه دور كبير في البزنس يعني تحريك عجلة الاقتصاد يعني. حتى من ربة البيت هي لها دور حتى مساعدة الرجل من الناحية الاقتصادية هي هذا يعني. مشاهدينا الأعزاء، إن شاء الله الحلقة تكون نالت إعجابكم وحاولنا نسلط الضوء ولو بجزء بسيط عليه هالنساء الحرائر اللي قيمت بعدة أشغال يدوية تستحق أكيد عليها التقدير. نتمنى لهم التوفيق ومن تقدم إلى تقدم. تقبلوا تحياتي وانتظروني في حلقة جديدة وسؤال جديد. إلى اللقاء.